صباح الخير، ازيك يا دان؟ السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله. أبعت الـ ID على الجروب يا عشان حبيبتي خليني بكتب لهم، بس ابعتي يلا. تمام. والله يا عمي علمك. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم يا شباب. وانتي طيبة دكتورة. الله يخليك. بعتي؟ طيب، عموما برضو انا ذكرتهم بالمحاضرة عشان لعلهم ياخدوا بالهم، يكونوا نايمين ولا حاجة. خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما يدخلوا معانا، نكمل نفنش موضوعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتكر بس مع بعض، هو كان موضوعنا بعنوان الـ Process of Health Education، اتكلمنا فيها عن تعريف الـ Education والـ Teaching والـ Learning Process والـ Patient Education والـ Staff Education، وإيه هي الـ Factors اللي ليها تأثير على الـ Readiness to Learn، وإيه الـ Characteristics of Learning، الـ Principles of Learning، characteristic of learner, factor affecting the learning process, the conditions affecting the learning, the barriers for teaching, المقصود بها teacher barrier, learner barrier. كل ده اتكلمنا فيه. environmental barriers, barrier نبدأ من البيئة نفسها. وكنا وصلنا عن how to create a best learning environment. تمام؟ تمام. بنكمل how to create the best learning environment. المقصود هنا بين قوسين بالـ best learning environment، إن إزاي تكون أفضل بيئة تعلمية هي إنها تكون positive, supportive and pleasant atmosphere. يكون الأتموسفير اللي إحنا بنتعلم فيه إيجابي داعم لعملية learning، وفي نفس الوقت بيجلب الإحساس بالسعادة، ما نحسش إن إحنا وإحنا بنتعلم بنخضع لتجربة مؤلمة يعني. بالتالي الـ environment لما تكون بهذه المعايير ده هيزيد من قدرة الـ learner وقيمه. في عندي 3 environmental factors لازم ناخدها بعين الاعتبار، 3 عوامل بيئية اللي هي أو 3 عوامل مرتبطة بالبيئة علشان في النهاية تبقى البيئة بهذا الشكل. الفيزيكال انفايرمنت which انكلود، طبعا لما نتكلم عن البيئه اللي المفروض متواجدين فيها عشان نتمم عمليه الليرنينج بروسيس لازم يكون معاييرها كالتالي: البوزيشن اوف بريزنتر اند كلاينت، الوضعيه اللي فيها البريزنتر ومجموعه الكلاينت، لايتنج والتمبريتشر اوف ذا روم، الاضاءه ودرجه حراره المكان، الفوليوم اوف امبليفيكيشن اكويبمنت، المكبرات الصوت أو الأدوات اللي بتساعد على إن الصوت يكون واضح، الفرنتشر والباث روم فاسيلتيز الأساسي اللي موجود مع المرفقات الأخرى اللي منها التواليت. طيب ده بالنسبة للجانب الفيزيكال. الجانب الآخر اللي هو الانتربيرسونال. انتربيرسونال يعني مقصود بيها طبيعة العلاقات. This consists of human relationship، ده المقصود بيها العلاقات بين الناس، العلاقات الإنسانية. It should be supportive. العلاقة اللي ما بين الليرنر وبين الآخرين اللي موجودين في الليرنينج انفايرمنت تبقى علاقة supportive، علاقة داعمة. إحنا مش المفروض إن بيننا conflict، مش المفروض إن طبيعي. تمام يا جماعة، معلش النت كان فصل. سلامتك دكتورة، مبيني تعبانة. لا والله، وأنا متعودة إن أنا وأنا في أثناء المحاضرة بيبقى جنبي أي حاجة بشربها، على الأخص مية، فما دام مفيش مش هينفع طبعا. ألف السلام عليك. يا ربي يخليك، الله يكرمك.
نرجع تاني interpersonal environment المقصود بها العلاقات البشرية، العلاقات الإنسانية، طبيعة العلاقات بين اللرنر وبين البرسونال اللي موجودين في هذه الأتموسفير. لازم يكون علاقة supportive. ليه supportive؟ to producing quality educational interaction. علشان يكون الانتراكشن اللي بيتم، نقول educational interaction المقصود بها التفاعل اللي بيتم ما بين اللرنر وبين التيتشر أو الإدوكيتور، تمام؟ علشان يكون هذا التفاعل تفاعل داعم، ما يبقاش تفاعل فيه ايه نوع من انواع الكونفليكت. Learner also contribute to interpersonal environment by showing interest in the subject. دور اللرنر ايه برضو اثناء هذا الانتراكشن؟ ان هو يظهر الاهتمام. انت جاي هنا جاي بتدرس، اكيد بتدرس او بتخضع لتجربه معينه، بتدرس مساق معين او تخصص معين، اكيد عندك الحافز. فالحافز ده معناه ان درجه الاهتمام اللي عندك، وعلشان تحقق الهدف من الهدف اللي انت وضعه لازم يبقى قوي ولازم تظهره، ما يبقاش في حاله من الاهتمام او حاله من اللامبالاه. دي من الاشياء السلبيه. اذا هنا لما بنتكلم عن الانتربرسونال انفايرمنت اللي هو المقصود بها الهيومن ريليشن شيب، اللي هي العلاقه وان هي تكون علاقه سبورتيف ما بين الادوكيتور واللرنر، او تحديدا بين اللرنر وبين القائمين على عمليه التعليم داخل الايه الاتموسفير او داخل الانفايرمنت اللي بيقوم فيها هذه التجربه. ثالث جانب عندي هو الاورجنايزيشن، المؤسسه نفسها. This entail administrative aspect. هنا المقصود بيها الجوانب الإدارية of educational program. يعني احنا بنتعلم داخل مؤسسة أو داخل كيان معين. فالكيان أو المؤسسة دي أكيد بيها جوانب إدارية. طب المقصود إيه هنا بقى بالorganization؟ التالي beginning the schedule and other preparation. المؤسسة دي معنية بإيه؟ بتحضير الجدول. يعني أنتوا مثلا بتبتدوا السنة الدراسية، المفروض إنه معاكوا الجدول بتاع السنة كلها، مش كده؟ الكالندر للسنة كلها، التقويم بتاع السنة كلها، كل الفصول الثلاثة بكل فصل فيه كم أسبوع، ومسار الأسابيع دي شكله إيه، من أول أسبوع اللي هو أسبوع السحب والإضافة أو فترة السحب والإضافة، وبعدين إمتى الاختبارات، وبعدين إذا كان في كويزز أو إذا كان في إيفالويشن من أي نوع، ما يشتمل عليه التقويم الجامعي كإجمالا ده اسمه السكادجول بتاعنا. أند أذر بريباريشن، مين اللي مسؤول عن السكادجول؟ المسؤول عنه إدارة التسجيل، بتاخد الاعتماد من قبل مجلس العمداء وبيعلن للطلاب وكل المعنيين. فإذا أنا عندي هنا إيه؟ ده دور المؤسسة. كمان من ضمن الأورجانيزيشن الأرينجمنت أوف باركينج. إحنا الليرنر كليرنر إحنا لينا احتياجات مش بس داخل القاعة الصفية، لا، في ملحقات الباركينج، الأوديو فيجوال ماتيريال، الوسائل الاستماعية والبصرية، كل ده المفروض ان هو يكون ايه موجود ومتوفر. حتى على مستوى البساط اي خدمات اخرى، كل ده اللي معني بيه ايه جانب اللي هو الاورجنايزيشن. طيب احنا كده خلصنا موضوعنا ده، هننتقل منه هنفتح موضوع اخر. باريرز، هناخد الهيلث توك يا الله. موضوعنا دلوقتي عن الهيلث كير، هاو تو جيف ا هيلث كير فور ديمونستريشن. يعني ايه بقى؟ ازاي ان احنا لما نكون بتوجه لنا دعوه للمشاركه في نشاط معين، ممكن يبقى نشاط علمي مثلا، مؤتمر، يوم علمي، ندوه، ايا كان، ازاي نحضر لالقاء كلمه؟ ده المقصود بالهيلث توك او هاو تو جيف ا هيلث توك. اول خطوه ايه؟ اول خطوه معانا اللي هي ايه؟ تشويس اوف توبيك، اللي هي معنيه بايه؟ اختيار العناوين، اختيار الموضوع، مش كده؟ يعني اي حد فينا متوجه له دعوه من مكان ما،
هتشارك في النشاط الخاص باليوم ده بإلقاء كلمة أو بتقديم محاضرة. أوكي، يبقى أول شيء بالترتيب كده هو عنوان الموضوع أو اختيار الموضوع. يتم الاختيار على أي أساس؟ على تلك الأسس أولها اللي choose carefully. لازم الموضوع يتم اختياره بعناية. نعم. كده؟ طيب يعني إيه بقى؟ يعني what are the local health problems؟ طيب أكيد الموضوع هيبقى له علاقة بالجوانب الصحية، فلازم نعرف إيه المشكلات اللي تخص هذا المكان. يعني أنا ما أجيش مثلا في مدعوة في المجتمع بتاعنا هنا لإلقاء كلمة وليها علاقة بطبيعة النشاط، إن هنتكلم عن المشكلات الصحية مثلا، وأجي أعرض مشكلة من أمريكا الشمالية مثلا، ده إيه علاقتها؟ ملهاش علاقة بين الكوميونيتي بتاعنا. يبقى إذن أول سؤال هو اختيار الموضوع، ولازم نتساءل في المشكلات الصحية اللي بتهم هذا المجتمع. What do you consider are the priorities؟ طب هنفترض ركز على الأولويات. حلو، هنفترض إن في أكتر من موضوع أو أكتر من مشكلة أو أكتر من اهتمام، يبقى هنرتبها طبقا للأولويات. What will be most interest to the particular group of people you are speaking to؟ يعني يبقى يعني احنا هنا هنسأل نفسينا، تمام، ان ايه الموضوع اللي يشغل اهتمام المجموعة اللي هتحضر لي احكي معاها. لا. يعني مثلا شريحة امهات، طلاب، ناس فئة معينة، مراهقين، شباب، مسنين، كير جيفرز او كيرر او كير بروفايدرز، ايا كان. يبقى ايه الموضوع اللي ذات اهتمام لدى الشريحه، شريحه المستمعين او جروب المستمعين؟ What do they already know؟ مهم قوي كمان ان انا اعرف هي ايه الخلفيه اللي عندهم على هذا الموضوع، عشان انا ببني عليها. يعني انا مش بتجاهل القدر اللي عندهم وببتدي من الزيرو، لا انا بكمل، مش كده؟ وفي نفس الوقت ما ابتديش متاخر، فبالتالي يبقى في جاب ما بين الخلفيه اللي عندهم وبين بداياتي. إذن لازم نعرف إيه المستوى المعرفي عندهم أو الخلفية لدى هذا الموضوع. تمام؟ What topics do they ask for؟ أنا هتكلم في فكرة مواضيع بطبوها. هتكلم في موضوع معين أساسي. طيب أحط برضو أقعد أفكر كده وأشوف إيه الموضوعات اللي ممكن تبقى محل استفسار أو تساؤل ليهم لها علاقة بالموضوع الأساسي. دي فكرة الاختيار بعناية. طيب ده أول إيه؟ أول خطوة. الخطوة اللي بعد كده الكونتنت. طيب وإحنا بنجهز لإيه بقى؟ للمحتوى. إحنا خلاص قلنا هنختار الموضوع الفلاني، حطينا تايتل بناء على الإيه؟ النقاط 1-2-3 اللي موجودة في أول إيه؟ أول جزئية عندي. الموضوع ده له علاقة بمشكلات صحية خاصة بالمجتمع اللي بنحضره، يمثل أهمية، يمثل أولوية، حددنا إيه الموضوعات الفرعية اللي هنتسائل فيها ونبقى جاهزين بيها، خلصنا من جزئية دي، حددنا تايتل الموضوع. طيب الخطوة اللي بعد كده هنجهز المحتوى. المحتوى يبقى إيه بقى شكله؟ keep it simple and short. انتوا عارفين انه لما اي حد فينا بيكون بريزنتر لاي نشاط، اكيد القائمين على جدولة او عمل جدول او برنامج لهذا النشاط او لهذا اليوم محددين عدد من السيشن، وكل شخص له مدة زمنية معينة، مش كده؟ يعني الموضوع مش ايه، مش ماشي بالشكل العشوائي. انا والله متوجه للدعوة، هقدم كلمتي أو موضوعي الساعة من 12-12:10 أو من 12-12:30. أوكي؟ يبقى أنا هلتزم بالإيه؟ هلتزم بالمعاد اللي هو بدايته كذا، الساعة كذا، والمدة المقررة لي أو المدة المحددة لي. ليه؟ لأن لو حصل أي لخبطة، تمام؟ مفيش التزام، هيلخبط إيه؟ هيلخبط بقية مسار البرنامج، مش كده؟ فإذا أبقى عاملة حسابي في التحضير على المدة الزمنية الإيه المحددة. ما أجيش أتكلم في موضوع زي الديابيتس ولو هحضر فيه هقول هتكلم فيه أيام وسنين، لكن أنا المقرر ليا تلت ساعة لازم أبقى واخدة بالي، أو 20 دقيقة لازم أبقى واخدة بالي من الإيه؟ من الزمن. طب ده معناه إيه بقى؟ ده معناه إن الكونتنت بتاعة الموضوع تبقى بسيطة. في فرق بين البساطة والتفاهة عشان نبقى واخدين بالنا.
بسيطة اللي هي إيه درجة إن أبقى ضامنة إن الناس اللي بتسمعني الناس اللي حاضرة لي تفهم، ما أجيبش إيه ما أعرضش معلومات صعبة على مستوى فهمهم أو أشياء مركبة، أبقى ضامنة إن الموضوع مفرداته ومحتوياته واضح ومفهوم، وفي نفس الوقت إيه شرط إنه لازم الموضوع إيه يلتزم بالوقت، مش كده؟ طب يعني إيه شرط بقى؟ يعني 10 minutes is usually long enough، يعني احنا بنتكلم في ايه 10 دقايق، تمام؟ كويس قوي. ليه بقى؟ طب انا لو ليه لو المده المحدده ليا ربع ساعه او حد اقصى ثلث ساعه، انا عندي لسه التقديم وعندي لسه ايه ان في ناس عندها استفسارات، ما ننساش في ناس عندها تساؤلات، مش كده؟ لو انا خاصه لو انا بعرض ستادي او ريسيرش معين، مش لازم الناس هتسالني؟ هتسأل صح ولا لا؟ طب تبع لكده يبقى انا عامله ايه؟ مخصصه جزء من الوقت للتساؤل. هل بس اخصص جزء من الوقت لعرض اسئله الناس او اللي عنده سؤال يساله وما يبقاش في وقت اخر ارد عليه ارد عليهم فيه؟ لازم، مش كده؟ يبقى احنا لازم ايه نبقى واخدين بالنا من عامل الوقت. طيب ايه كمان؟ have your five or six main points. طيب انا هحط عنواني الرئيسي هتكلم سي عن الدايابيتس مثلا، مش بحط اوت لاينز صح؟ انا بقول ان انا بلتزم بمده زمنيه تقريبا مثلا 10 دقائق، ال 10 دقائق اللي انا هعرض فيهم المحتوى بتاعي. طب ال 10 دقائق دول يتحملوا قد ايه من النقاط؟ اكيد في عدد معين من النقاط، خمس ست نقاط كحد اقصى، مش اكتر من كده، مش اكتر من كده، عشان ال 10 دقائق دول ايه يكفوا. يبقى لازم نبقى واخدين بالنا من عناصر الموضوع. Put this in a sensible order، يعني ايه بقى؟ الخمس ست نقاط دول مثلا بحد اقصى لازم يكون ايه في طريقه اعدادهم يبقى ليهم التسلسل المنطقي، مش كده؟ يعني اي حد فيكم لما بيعمل سيمينار مثلا بيجي يقول لي ايه انا المفروض اعمل قد ايه؟ كم ورقه؟ كم نقطه؟ لا، في حاجه اسمها منطقيه في التحضير. يعني ايه؟ يعني انا بدي باك جراوند عن المشكله، مش كده؟ سكان ديفينيشن، سكان كوزس، ايتيولوجي، وبعدين كلينيكال مانفستيشن، وبعدين بدخل في المانجمنت ده كاوتلاين اخير، او اذا كان في كلام عن الكومبليكيشن مثلا من قبلها، صح ولا لا؟ في حد ينفع يبتدي بالمانجمنت وبعدين ينهي بالديفينيشن او بالباك جراوند عن الموضوع؟ لا، الباك جراوند بدايه. ايوه، الله ينور عليك. يبقى اذا هنا ايه التسلسل، الاوردر، الترتيب نفسه. طيب ميك يوز اوف كويستشن اند انسر ديورينج اور ات ذا اند اوف توك. لازم نبقى عارفين وملتزمين بالبرنامج اللي احنا بناخده عليه، البوكلت بتاع المؤتمر او بتاع النشاط العلمي ده. مديني 20 دقيقة، هل ال 20 دقيقة هنظمهم بهذا الشكل؟ ولا في متاخد منهم جزء مثلا خمس دقائق في نهاية السيشن، كل سيشن مثلا هيعرض كذا بريزنتر، خلاص ثلاثة بريزنتر، ففي نهاية السيشن نمبر 1 الثلاثة دول هيبقى في المجال مطروح إذا كان في إن حد من الحاضرين هيسأل أسئلة، يوجه لهم أسئلة، يبقى لازم نبقى فاهمين مسألة السؤال والرد عليه هيبقى بنهاية التوك نفسيها ولا بنهاية السيشن. اوكي، تشيك اندرستاندينج اوف ذا مين اور ديفيكالت بوينت. لو في نقطة صعبة واحنا بنحضر لازم نبقى فاهمين، احط نفسي مكان الاودينس، احط نفسي مكان الجمهور، هل النقطة دي انا ممكن ينسأل عنها؟ ايوه بالظبط، هل النقطة دي انا جهزتها او حضرتها بشكل مفهوم؟ أو ولا ردودي هتكون إيه لما هيتم سؤالي فيها. Show the audience that you are familiar with their situation by choosing local example to illustrate what you want to say. يعني إيه؟ لازم لما هنستخدم أمثلة أو هنستخدم situation كنوع من التفسير أو التوضيح، لازم استخدم السيتويشن من المجتمع نفسه، مش كده؟ لازم استخدم الادله او المواقف اللي ببسط فيها او بشرح فيها او بوصل او بفسر فيها نقطه معينه من المجتمع نفسه، ما اجيبش نماذج او ما اجيبش مواقف من مجتمعات ما لهاش علاقه
بالمجتمع اللي احنا فيه. Start of greeting and introduce yourself and your topic. في البداية خالص لازم نبقى فاهمين في المحتوى واحنا بنجهزه ان اول حاجة ايه؟ لازم احيي الناس اللي حضراني، مش كده؟ لازم احييهم، لازم اعرفهم بنفسي، حتى لو انا كنت فيجر، يعني حتى لو انا حد معروف popular، شخص عليه الاضواء او متطلق عليه الاضواء او معروف لدى العامة، لكن من منطلق الذوق والادب في التعامل والتفاعل، ان انا بعد ما بحيي الجمهور اللي حاضر لازم اعرفه كمان بنفسي وبعرفه بالموضوع. At the end, summarize your main point. في النهاية، في نهاية الكونتنت لازم نعمل ايه؟ summary. ما ينفعش ابدا ان احنا نحضر للتوك بتاعتنا ونخلص اخر نقطة ومن غير ما نعمل ملخص. لازم نعمل ملخص. The people tend to remember the beginning and end of talk. لان عادة الذاكرة عندنا بتسعفنا اكتر ان احنا نتذكر البدايات والنهايات. البدايات والنهايات. Your conclusion should include greeting زي ما اتفقنا، التحية، and a mention of what you hope your audience will do then when you hope to see them again. في الختام بقى لازم برضو زي ما احنا ابتدينا بنحيي الناس، لازم في نختم برضو ان احنا بنشكرهم وبنحييهم وبنكون على وعد بان احنا او بنأمل ان احنا نشوف بعض تاني في وقت لاحق. Select appropriate audiovisual aids. مهم قوي برضو وإحنا بنحضر للكونتنت إن إحنا إيه نختار الوسائل البصرية والبصرية المناسبة. تمام. خدوا بالكم الوقت على وشك، وما أعتقدش ممكن يكون في مجال إن إحنا نفتح لتوب تانية، نفتح سيشن تانية. فبالتالي لو وقت انتهى خلاص. وفي نقطة قبل ما أنسى، أنتوا عندكم النهاردة كويز. خلاص الكويز ان شاء الله هيكون توقيته على الساعه 11 بالليل زي ما انا قلت لكم. هيكون مدته 10 دقائق. تقدروا انك انتوا جوين لي في الفتره من 11 ل 11 ونص. اوكي دكتوره، يا ريت لو خليتي اطول من 10 لانه احيانا بيعلق. لا هو مش اسئله كتير على فكره، انا عارفه والله هو مش اسئله، هو اصلا ما ياخدش دقيقتين بس انا علشان اول كم سؤال دكتوره؟ خمسة اسئله. فيعني لما يتقال سؤال وفي اسئله ترو فولس، سؤال دقيقتين ده يعني ده لو عويص هي مش هياخد اكتر من كده. اوكي فربنا معاكم ان شاء الله. ان شاء الله اذا ربنا معاك. اذا ثالث خطوه عندي الرايتنج، هنكتب بقى. يبقى احنا قلنا اول خطوة ان هنختار الموضوع وقلنا ايه المعايير. تاني خطوة هنبتدي نجهز للكونتنت المحتوى. تالت خطوة خلاص بقى احنا ايه اللي هندخل في الكتابة، هنكتب writing your talk and your message. طب هنكتب، يبقى نلتزم بالتالي don't do this until you have done the planning. ما نبتديش نكتب ابدا غير لما ايه الخطة بتاعتنا تكون جهزت. تمام؟ Use selection heading. طيب هنبتدي نكتب. يبقى أنا عندي إيه؟ عندي heading، عندي عناوين ومقاطع أساسية، مش كده؟ أول مقطع عندي اللي هو greeting زي ما اتفقنا، إحنا مش بنمشي بالتسلسل، بالترتيب. عندي التحية، وبعدين ال introduction، وبعدين ال إيه؟ ال main points، العناصر الأساسية، وبعدين ال summary، وبعدين ال conclusion. دي إيه؟ دي اسمها main heading، يعني مقاطع أو main sections، مقاطع أساسية. Underline these for quick reference during your talk. لازم هنا إيه أعمل underline أو أعمل بالهايلايت العناوين الإيه، عناوين المقاطع الرئيسية دي عشان تبقى واضحة بالنسبة لي أثناء الإيه، أثناء التوك. الجريتنج بديها لون معين، الانترودكشن بديها لون آخر، وهكذا يبقى واضح بالنسبة لي الجزئية اللي أنا بتكلم فيها معنية بإيه. Also underline difficult point or point to be emphasized. طيب في المحتوى في نقطة عارفة إن هتسأل فيها، أو نقطة صعبة فهمها شوية فببقى جاهزة بالتفسير والتوضيح، أو نقطة محتاج التأكيد عليها لأهمية معينة. كل ده نعمله إيه؟ يعمل underline دي، أحط تحتي خط، أعمل عليها highlight. تمام. Indicate at which point in your talk you want to use question. لازم فهمة كويس قوي إيه النقطة اللي هتسأل فيها، or any aids to learning أو أي مساعدات زي ما اتفقنا. هستخدم لون معين، colors are helpful to do this as they can be seen quickly. لما هديها النقطة دي لون معين هقدر إيه هتبقى واضحة بالنسبة لي.
show your talk to a lay person, does he or she understand it؟ لازم أبقى متأكدة إن الشخص اللي بيسمع لي أو مجموعة الناس اللي حضرالي تبقى فاهمة اللي أنا بقول. وبعدين practice بقى. Practice يبقى إحنا هنا إيه؟ Practice giving your session before the actual day. هنطبق بقى. بس هنطبق إمتى؟ أنا جهزت خلاص كده أول نقطة إن أنا حددت الموضوع وجهزت الكونتنت وتمام وابتدينا نكتب. النقطة اللي بعديها أو جزئية الخطوة اللي بعد كده هنطبق. طبق ده يوم قبل الأكشوال دي. يعني أنا مثلا هقدم محاضرتي بكرة يبقى أنا النهاردة هعمل إيه؟ بروفا. أوكي؟ هعمل بروفا للي أنا عملته. ليه ايه أهمية البروفة بقى؟ Can you keep to the time limit؟ يبقى أنا أول شيء إيه؟ بشوف أنا التزمت بالوقت؟ يعني أنا مقرر ليا ربع ساعة، طب أنا التزمت بالربع ساعة أو العشر دقايق دول؟ ولا لقيت نفسي في بعض الناس عندها سرعة في الكلام، rate of speech عندها عالي، لقيت نفسي خلصت في خمس دقايق، أو العكس، لقيت نفسي خلصت في تلت ساعة أو نص ساعة، يبقى أنا هنا إيه؟ يبقى أنا هنا محتاج إن أنا أظبط، تمام؟ أضبط الكونتنت يتناسب مع الوقت، أضبط الريت بتاع السبيتش معدل كلامي علشان إيه؟ يبقى دي بروفا بتحدد لي أنا التزمت بالوقت ولا في مشكلة. Does it run smoothly؟ بشوف هل الأمور ماشية بسلاسة وسلام ولا لا؟ والله من أول تشغيلي للفنية اللي أنا هستخدمها شغلت اللابتوب، المادة موجودة، مش لا قدر الله الفلاشة مضروبة، المادة مش متسيفة، في البعض مننا بيجهز في مرحلة البلانينج بيعمل شغل كتير ويعدل عليه وتلاقي آخر شغل ده اللي ما تحفظ، تمام؟ يبقى وقت العرض تلاقي عرض إيه؟ شغله مثلا رقم 2-3 مش الشغل النهائي، ففيها مشكلة، صح؟ فإذا بنشوف الأمور ماشية مسار الأمور شكله Do you need to make any alteration؟ بحدد هل أنا محتاجة أي أعمل أي تعديلات؟ ده بيبان لنا أثناء إيه؟ لما إحنا بنجرب وبنطبق وبنعمل براكتس أكتر من مرة. Have you introduced your visual aids at right place؟ كمان بشوف هل أنا الوسائل اللي أنا استخدمتها خاصة الوسائل البصرية هي في المكان المناسب؟ تم العرض في المكان المناسب، يعني مثلا ما احطش البروجيكتور او الداتا شو ويبقى مطرف لي الـ 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 الكلام او السلايدات على الطرف والناس مش شايفه، او ضربه في السقف مثلا، يبقى الناس هتبص لفوق ولا هتبص للجنب قوي، يبقى انا بشوف مكان العرض نفسه هل تم بالشكل السليم ولا في مشكله ايضا، اوكي؟ On the day هنا بقى نتكلم ايه؟ على العرض في اليوم نفسه، تمام؟ Get everything ready in good time في العرض أثناء اليوم أو أثناء الوقت المحدد بشوف هل الأمور ماشية بالشكل السليم وأنا ready فعلا، تمام؟ علشان كده لو أنا مقرر ليا ميعاد محاضرتي الساعة 12 ما ينفعش أجي 12، صح؟ لازم أكون موجودة إيه؟ قبل أطمن المادة موجودة على الجهاز اللي أنا هعرض من خلاله، ابقى شم نفسي كده ومهديه من اي قلق وتوتر، صح ولا لا؟ ولا نيجي من بره على توقيت السيشن على طول وخبط لزق زي ما بنقول من ضل النار وابتدي ان انا ايه اقول انا جاهزه، ما ينفعش انا جاهزه انا مهديه من نفسي مهديه من اعصابي، لو عندي طقوس معينه للتعامل مع التوتر او القلق أديتها، والله شربت مشروب معين، قمت بتكنيك معين، يعني في حالة إيه؟ في حالة هدوء، مش حالة توتر وعصبية وقلق ونرفزة، ما ينفعش أبدا. دي فكرة الريدنس، get everything ready in good time، ولازم أبقى أنا إيه؟ خلاص أنا ريدي كشخص والمادة اللي أنا هعرضها ريدي. Organize seating arrangement، يعني إيه بقى؟ يعني لازم نبقى متأكدين من إنه السيتنج نفسه المقاعد، تمام، اللي قاعد عليها الناس أو المتوفرة علشان يستخدمها الناس في ترتيب مناسب. يعني إيه ترتيب مناسب؟ يعني مثلا هقول أثناء المحاضرة مثلا، خلاص ده نوع من المواجهة ما بين البريزنتر وبين الأودينس، مش كده؟ طيب يبقى لازم يكون المقاعد على هذا الشكل، غير السيتنج للجروب ديسكشن. لو احنا يبقى في بينا جروب ديسكشن نتفاعل مع بعض كجروب، هل زي المحاضره؟ لا. المحاضره ما حدش شايف اللي قدامه، مش كده ولا اللي وراه،
احنا قاعدين في تسلسل، تسلسل المقاعد نفسها ورا بعضيها ورا بعضيها، وتسمح بالمواجهه مع، تسمح بالمواجهه، مواجهه الاودينس مع مع البريزنتر، غير السيتنج ارنجمنت في حال جروب ديسكشن. لازم نشوف الوضعيه مناسبه ولا لا. اورجانيزلي اللايتنج والفنتيليشن برضه لازم نضمن ان الاضاءه والتهويه، سواء التهويه بشكلها الطبيعي او التهويه من خلال استخدام كونديشن، لازم تكون مناسبه. اورجانيز البوستر وفيجوال ايدز، لو هنستخدم ممكن يبقى لي، ممكن يبقى لي توك او ممكن يبقى لي هيلث توك موضوع معين، مش شرط احضره، مش شرط اقدمه اورال، يعني مش شرط اقدمه من خلال البرزنتيشن، ممكن اشترك بيه من خلال بوستر. تمام خلاص، يبقى لازم نتاكد ان البوستر تمام، محطوط في المكان المناسب، معروض في الوقت المخصص ليا ايضا، او لو هنستخدم وسائل بصريه لازم نتاكد من ان هي الامور تمام وشغاله ومفيش اي مشكله فنيه. organize yourself، لازم احنا نفسينا ايه بقى، نبقى منظمين نفسينا. يعني ايه منظم نفسي؟ so that you are calm and ready، ابقى ايه والله هادي وجاهز. انا منظمه نفسي حتى من اول تخيلوا يعني طبيعه اللبس اللي انا لابساه مريحني ولا لا. عفوا يعني الشوز اللي انا لابساه، ممكن تلاقي ما تلاقيش راحتك في شوز، خاصه الفيميل يعني شوز بكعب عالي، ممكن هحس ان متوتره ومش واخده على النوع ده من الاحذيه، يعني تخيلوا ابسط البسيط. عفوا يعني ابقى متاكده ان انا مش محتاجه تواليت، دخلت الحمام قبل، شربت اللي انا عايزاه قبل، صوتي واضح، هاديه، يعني دي كلها امور ممكن تبقى شايفينها تافهه ولكن لا، او بسيطه ولكن مهمه جدا ان احنا نبقى واخدين بالنا منها، لان دي في النهايه هتساعدنا ان احنا نصل لمرحله ان احنا نبقى هاديين ومستعدين. اوكي نعم. اي استفسار؟ طيب بعد التوك، افتر يو توك، خلاص احنا ايه قدمنا المحاضره بتاعتنا او الموضوع بتاعنا وخلصنا، نعمل ايه بقى؟ علينا دور، في دور اخر، في ايفالويشن، نحن نعمل ايه؟ نعمل سيلف ايفالويشن، نقيم نفسينا. ما حدش فينا خاصه مع التجارب الاولى في حياته لهذا الموضوع وهو فت، والا بيحصل ايه؟ في نواقص، في 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 ديفكت بيحصل، في ايرورز بتحصل، مش كده؟ فلازم نحن ايه نعمل ايفالويشن. طيب ديت جوجل، لازم نقيم هل الامور مشيت تمام، يعني الموضوع، الوقت، التزمنا بالوقت، كنا هادين ولا بالتوبكس ديسكشن، نعم ولا كنا بنتكلم بسرعه جدا ووترنا اللي حوالينا، ولا كنا بنتكلم بهدوء قوي ونيمنا الناس معانا، كان الناس متفاعله، طيب اتعرض عليا سؤال اجبته ولا اخفقت فيه، ولا يعني نشوف ايه مسار الامور وصل لفين. تمام what changes are needed. طيب هنا ما يكون في هناك ديفكت او ايرور معين او محتاجين ان احنا نغير، ايه بقى اللي نغير منه؟ هنغير اولا التزامنا، احنا كنا ملتزمين من البدايه للنهايه، نغير ان احنا والله كنا مزودين الكونتنت قوي فشتتنا الناس وتجاوز الاتنشن سبان بالنسبه لهم، ولا كنا متفهين قوي، يعني في ناس لما بتبسط بتتفه او بتخلي الموضوع لا قيمه له، ولا كان صوتنا عالي قوي، ولا كان صوتنا واطي قوي، ولا كنا بنتكلم بسرعه قوي، ولا كنا بنتكلم ببطء قوي، يعني اي شيء محتاج نغيره لازم ايه نبقى واخدين بالنا منه. Write this down for next time. كل المعلومات دي لازم لازم نسجلها علشان ايه نشتغل عليها ونتجنبها المره اللي جايه. طيب انا قبل ما افتح النقطه دي، لان خلاص باقي من الوقت دقيقتين، خلينا ان شاء الله بنكمل المره اللي جايه بامر الله تعالى. إن شاء الله. علاماتكم جهزت يا جماعه، علاماتكم خلصت كلها اللي من 30، لانه مطلوبه زي ما انتم عارفين من البدايه، خلال الشهر اخر الشهر تكون جاهزه. فزهره بالنسبه لكم العلامات؟ بس الواجب الاول اختفت علامته. بس كنت عارفاه من قبل ولا اختفت قبل ما تعرفيه؟ لا كنت عارفه بعدين اختفت. لا كنا عارفينه اللي هو كان من 5، وبعدين السيمينار الاول والسيمينار الثاني. طيب انا بالنسبه لي يعني ما نزل ابدا واجب العلامه الاول، علامه الواجب الاول عفوا ما عرفتيهاش؟
لا بس انت قلتي لي اياها يعني بس خلاص. أنا ما مين دنا؟ لا رشا. رشا خلاص اللي عرف مني او اللي عرف من على السيستم خلاص. لانه دكتوره شو بالنسبه للفاينل فعلا راح يكون في عندنا فاينل؟ طبعا ان شاء الله. ان شاء الله فاينل الجامعه. انتوا دلوقتي خلال الفتره اللي احنا فيها دي كلها يعني مبدئيا 30 اللي هو الانشطه اللي طلبت منكم المساقات النظري عموما يعني تمام. وبعدين لسه في مد او في امتحانات. انا قلت ايه يعني تخضعوا كده لتجربه الكويز بالشكل الاختبار الالكتروني يعني نشوف كده الامور مع بعض ماشيه ازاي لغايه ما نشوف ال 20 علامه تكمله ال 50 وضعهم ايه وامتى هتمتحنوا الامتحان الميد يعني. اما ال 50 الثانيه اللي هي على الامتحان الفاينل ان رقم كبير المادة دكتوره للفاينل لما تكون ال 50 يعني ايه مش فاهم يعني المادة اللي راح تدخل في الامتحان لا زي اما دايما الفاينل. بصي يا مين معايا معلش الاسم سجد. بصي يا سجد بصي يا حبيبتي دايما الفاينل انتوا قبل ما كنتوا امتحان الفاينل على 40 علامة بتبقى المادة كلها يعني مثلا فيرست وسكند كل مادة بتبقى كل امتحان بيبقى الكونتنت او عدد معين من المحاضرات لكن لما بنيجي على الفاينل سواء كان من 40 سواء كان من 50 بيبقى المادة كلها ما بنختلفش. ما راح تراعونا فيها؟ ربنا يا ربك ييسر الامور ان شاء الله. ربنا ييسر. الدنيا رمضان دكتور فيش مجال واحد يدرس والله. لا احنا انت كنت بتتكلمي في ال 50 دي قصه ثانيه دي اكيد طبعا في نهايه السنه الدراسيه او لغايه ما نشوف احنا امتى هنرجع للجامعه لكن دي ال 50 اللي هي الامتحان الفاين لكن انا لما بتكلم بقى عن ال 20 هنشوف ايه الوضع بس كان هيبقى خلال شهر رمضان ان شاء الله ان شاء الله طول ما احنا بنتقابل بهذا الشكل. قبل ما انسى نقطه مهمه معلش بعد ما نخلص المادة بعد ما خلص يعني إن شاء الله باقي الموضوع كمان شابتر كمان بخلاف بقية هذا الموضوع هيبقى الفرصة متاحة ليكم إن إحنا تقدموا السيمينار. فاكرين لما اتكلمنا في الموضوع ده من قبل؟ أصحاب يعني تقدموا أونلاين دكتورة؟ هيبقى في ديسكشن عادي زي ما إحنا كده يعني مقابلاتنا بعد ما نخلص المادة إن شاء الله هتبقى لقاءاتنا ليها علاقة بعرضكم للسيمينار. أوكي؟ عشان تبقوا منتبهين نحدد مثلا المره الجايه هيبقى واضح بالنسبه لنا يوم الثلاث هيبقى واضح بالنسبه لنا متبقي قد ايه من الوقت ومن الماده فالاول جروب او يبقى جاهز جروب او اثنين هيعرضوا الموضوعات بتاعتهم. اوكي بامر الله تعالى. طيب اي سؤال او اي استفسار؟ سلامتك دكتوره يعطيك العافيه. خلاص ربنا يعافيكم. راجعوا كده الماده قبل الكويز زي ما اتفقنا اول شابترين الكونسبت والديترمنت اوف هيلث والبرنسبل اوف هيلث ايدكيشن راجعوهم واللي عنده اي سؤال او استفسار قبل الكويز مفيش مشكله يتواصل معايا الواتس ان شاء الله وامر الله تعالى. القاكم على خير وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ان شاء الله. انت طيب دكتور الله يعطيك العافيه يا رب يخليك. والسلام عليكم. مع السلامه. الله معك. مع السلامه.